فيكم مشاهدينا ومكملين معاكم مشوارنا الصباحي، وراح نروح هلا لزميلنا رعد الرقاد. طبعا رعد، زميلنا رعد الرقاد موجود على دوار الداخلية، حدثنا عن الأجواء هناك مع أنه اليوم سبت، أظني ما في كثير أزمة وهيك الجو لطيف بيكون على السير. نعم كاثي وهبة بلوز، انتم شايفين الان بعدسة كاميرا برنامج يوم جديد، شوارع نوعا ما فاضي ما في ازمه، شو رايكم بهاي الاجواء الصباحيه؟ حلو، يا ريت بنشوفها دائما واحنا طالعين على الدوامات او بدنا نروح لنا يعني نروح لنا مشوار او نكون عندنا التزام. يعني احنا بنعرف من الاحد للخميس في ذروه اوقات دوام بيكون هناك ازمه في شوارع عمان، ولكن زي ما انتم بتشوفوا يا هبه وكاثي الان يعني شوارع نوعا ما فاضيه، فهي الظاهره نفسنا نشوفها كل يوم، شو رايك؟ والله يا ريت، انا ما عنديش مشكله، انا شخصيا ما عندي مشكله بالازمه. الهوى معك رعد. طبعا شكرا لك كاثي وهبه، ودائما مشاهدينا بالمحبه من داخل وخارج حدود مملكتنا الحبيبه، دائما بنتمناكم صباحات جميله مليئه بالمحبه ومليئه بالعطاء ومليئه بالصفاء والنقاء ايضا من شوارع العاصمه عمان وكل شوارع محافظات مملكتنا اللي احنا دائما بنحبها. بصراحه بيسمحوا لي بهذه الصباحات بجوز نشام السير لما نقول لهم عنقر هالبوريه وشد النطاق الابيض، دائما نشام السير موجودين على جمال ميدان عبد الناصر، الله يعطيهم العافيه دائما بكل الشوارع. الحركه من دوار الرابع تقريبا الى دوار الداخليه شبه الطرق فاتحه، وايضا شارع الاستقلال فاتح، ومن دوار عبدون ايضا الى الدوار السابع حركه يعني مش ناشطه بصراحه، عطله اليوم الاسبوع يوم السبت بدايه اسبوع، ولكن اجواء نوعا ما بارده في عمان، تلامس درجات حراره تقريبا 3 درجات إلى 4 درجات مئويه. هذا المشهد الان اللي احنا نقول لكم اياه من شوارع عمان، وبعد قليل راح نكون معكم في منطقه وسط البلد للحديث ايضا عن موقع تاريخي اثري ديني، وهو المدرج الروماني موجود في وسط البلد. راح اترككم ببعض لقطات جميله يا هبه وكاثي، وبعد قليل خليكم معنا بفقره اخرى من عمان الحبيبه.